وبنهاية صباحنا لليوم حنروح لفقرة أكيد اليوم بتهم الكثير من الصبايا أكيد الشباب، يعني حنحكي عن سمنة الهرمونات اللي هي زيادة الوزن. قد ايه اليوم الهرمونات بجسمنا بتأثر على زيادة الوزن إذا كان في خربطة بالهرمون، إذا ما كان في متابعة تحاليل لنشوف مستويات الهرمونات إذا كانت صح أو لا؟ قد ايه بيقولوا لك أنا عم بعمل رجيم بس ماني عم بنحف؟ أي أنا هدول من هدول الأشخاص. ومو بس هيك، الهرمونات مو يمكن بتأثر على زيادة الوزن، على الحالة المزاجية بشكل عام، يعني حتى على نحن بنسميها الصبايا الرونق، يعني بتحسي حالك أحيانا إنه كثير طالعة، يمكن اليوم بشرتك صافية وطالعة حلوة، وأحيانا مدري شو بصير الواحد. وقد ايه اليوم كمان الهرمونات بتأثر على موضوع مثل ما قلتي المزاج، وبالإضافة إلى الشهية. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا لليوم أخصائية التغذية العلاجية جالا مقدسي. يسعد صباحك جالا. صباحكم يا رب. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. كيف هرموناتك؟ تمام؟ اليوم مروقة قلت نرمين. نحن البنات كلمة الهرمونات هي معناها تنمر بتصير ما تماما كائن هرموني تماما. طيب خلينا نحكي اليوم عن موضوع بما يخص موضوع السمنة، هو سمنة الهرمونات. شو نعرف، كيف نحن ممكن نعرف سمنة الهرمونات وشو أسبابها؟ بداية نقول شو هو الهرمون. الهرمونات ككل هي نواقل عصبية بتمشي عنا بالجسم، بتفرزها الغدد وهي بتكون بالدم مباشرة، بتمشي بجسمنا وبتحدد عنا وظائف الأعضاء. فإذا نحن كان في عنا خلل بهرمون واحد، هذا الشيء مو بس بيأثر على الغدة يلي هو مفرز من قبلها، أما بيأثر على الجسم ككل. الهرمونات بتحدد عندي تشكل الدهون حوالينا البطن، الأرداف وبالجسم ككل. فإذا كان أنا في عندي هون خلال، هذا الشيء مو بس بيسبب عندي مشكلة بالوزن، بسبب عندي مشاكل كتير بالمستقبل. طيب خلينا نحكي اليوم أو نخص اليوم الهرمونات اللي هي عم تكون سبب لزيادة الوزن بالجسم، كان عند الصبية أو الشباب. تمام. أول شيء عندنا هرمونات الغدة الدرقية، عندنا هرمون الليبتين المفرز من قبل الخلايا الدهنية اللي هو هرمون الجوع، عندنا هرمون الجريلين هو هرمون الشبع المفرز من قبل المعدة، عندنا هرمون الأستروجين النسائي، وكثير بنلاحظ عندنا هلا حاليا مرض العصر عند أغلب السيدات هو تكيس المبايض، بكون هو هون احنا عندنا خلل بهرمون الاستروجين النسائي، عندنا هرمون التستوستيرون الذكوري، عندنا هرمون الانسولين، هرمون الكورتيزول، وهرمونات كثيره. هي الهرمونات ككل بتاثر عنا على الشهيه، بتاثر عنا على سرعه الحرق، بتاثر عنا على تشكل نسبه العضل بالجسم، على المفاصل وقله الحركه كمان. طيب موضوع الهرمونات خلينا نحكي قديش كل قديش وقديش ممكن تتغير هي الهرمونات، يعني احنا اذا بنحكي بامور علاجيه قديش المدة الزمنية الصحيحة لأننا نحن نجدد هالتحاليل الهرمونية، نحن نعرفها شوي أكثر تكلفة من غيرها يمكن. صحيح. هلا هي بشكل عام مستقرة، نحن إمتى نروح نلجأ إنه نحن نحلل الهرمون أو نشك بي تماما هذا السؤال. إذا كان في عنا نحن أعراض خارجة عن الطبيعة، يعني بيكون في عنا خمول، تساقط شعر، بدانه مجهوله الاسباب. للاسف انه اغلبنا مثل ما تفضلت حضرتك انه لانه التحاليل شوي مكلفه هي الايام، اغلبنا ما بيكتشف انه هو مصاب بخلل بالغده الا بعد وقت طويل، نتجاهل شوي الاعراض، فكر حالنا تعبانين، معرضين لجهد معين، هذا الشيء بيكون صار عندنا الغده كثير كسوله، ووقتها بنكون اجباري نحن بحاجه ادويه، يعني ما بقى نحن بكفي عنا النظام الغذائي او نحن نغير بس باللايف ستايل نحن بدنا نعالج الغده، لا، وقتها هون بيكون بدنا تداخل دوائي. يفضل تقريبا كل 3 اشهر. ايه، واذا نحن ما لاحظنا شيء غريب بجسمنا عادي، يعني ممكن المده تطول شوي. طيب نقص الفيتامينات، دائما بنقول انه نقص الفيتامينات بالجسم اكيد كمان بتاثر ان كان على صحه اجسامنا وان كان على الهرمونات، زياده الوزن، نقص الشهيه، التغذيه بشكل عام. ذكرنا كنا عم نحكي انه الفيتامين د كثير مهم وتاثيره كثير مباشر على موضوع زياده صحيح. الوزن، خبرينا اكثر جال عنه. فيتامين د ومعدن الحديد هنين اكثر عنصرين مهمين بعمليه الاستقلاب عنا. نقص فيتامين د للاسف بيسبب عنا زياده الوزن، وهذا الشيء نحن كلياتنا بس نقول فيتامين شوف بيخاف المريض بيقول لا الفيتامين بنصح، الا فيتامين د. فيتامين د اذا نزل مستواه عن الحد الطبيعي بالجسم، هذا الشيء بيسبب عندي بطء حرق وبسبب عندي خلل بالاستقلاب، فالمريض بيزيد وزنه. طيب شو الخطوات اليوم اللي ممكن احنا نتبعها بحال عندنا خلل بالهرمونات، من وين نبدا؟
أول شيء بدنا نشخص شو هي المشكلة من قبل الطبيب المختص. يعني إحنا اليوم في كتير ناس بتقلك إنه أنا ماني عم بنحف معي غدة. طب أنت معك غدة شو؟ غدة هي حاجة. أول شيء بدنا نشخص شو هو الخلل اللي نحن عنا إياه، لأنه العوامل اللي بتأثر عنا على الغدد هي كتيرة، حتى الروائح نحن بنستنشقها، الكريمات نحن الصبايا بنضل نحط على وشنا كريمات ومعطرات، كل هي الأشياء بتأثر عندي على الغدد، فأنا ما بكفي أقول إنه أنا عندي غدة ويلا بدي أعمل حمية لا، نحن مفروض نشخص من وين هو هذا الخلل بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية إنه نحن نمشي على الحمية المناسبة لهذا الخلل. طيب خلينا نرجع شوي للفيتامينات، ذكرتي نقطة ودائما أنا بسمع من الصبايا إنه أنا ما بروح للفيتامينات لأنه صحيح. تفتح الشهية بتزيد الوزن. اليوم يعني هاي المعلومة طبيا صح؟ في يعني أطباء وأخصائيين قالوا لا، يعني إنه هي ممكن تتاخد قبل النوم إنه تبطأ مفعولها يعني، وخاصة يمكن فيتامين بي دائما عم يعمل شهية زيادة عند الصبايا. صحيح. الفيتامينات ب ككل هي فيتامينات منحلة بالمياه، الفائض منها الجسم بيتخلص منه، غير باقي فصائل الفيتامين اللي هي اي دي كي اللي هلا كنا نحن عم نحكي عن فيتامين د، هدول منحلين بالجسم. الفيتامينات المنحلة بالماء بشكل عام كثير بتعطينا طاقة، هي ما بتفتح شهيتنا بس هي بتعطينا طاقة، سو نحن بس ناخذ طاقه ناخذ حركه بنصير بنحرق زياده، بنصير نحن بنطلب اكل. فبعض الاجسام بتكون حساسه لها وما بتعرف تتعامل مع اليه انه نحن ناخذ فيتامين، بتصير بتروح بتاكل، بس نحن قادرين ان نحن نكبح الشهيه. فيتامين د له علاقه بالشهيه او لا؟ صحيح له علاقه بالشهيه وبالخمول، بصير نحن عم تاثير وقت اللي حدا بياخده ممكن انه كمان يعطي طاقه ويروح له؟ لا ابدا، بالعكس فيتامين د بيقدر انه يضبط عنا الشهيه مو يفتحها. لانه في تعقيبا على حكي رشا، في شيء شائع انه اذا نحن بناخذ ادويه الحديد او مختصه مثلا بي 12 او لها علاقه بفقر الدم ولا فيتامين د بيقول لك بتفتح شهيتك، فبيقولوا لك انه انت احتمال تصير معرضه للسمنه بعدها. صحيح. هلا الحديد هذا قسم ثاني، لانه اللي بياخذ مكملات الحديد او ابر الحديد اعراضه بالدرجه الاولى هضميه، يعني بصير المريض بيقول لي تفرك معدتي علي، فبصير هو لقمه خبز من هون، موزه من هون، تفاح من هون، كرمال انه موضوع الاعراض الهضميه اللي هو بحسها، هذا ما له علاقه بالشهيه. عشان هيك يمكن دواء الحديد بيقولوا ياخذوه خلال الوجبه او بعدها فورا، لانه بده معده ممتلئه. تماما، بده معده ممتلئه، وبده كمان على السيره بده فيتامين سي حتى يتم عنا الامتصاص بشكل كامل. اذا اخذنا نحن حبه الحديد وما كان في عنا فيتامين سي بالمعده ما بصير عنا امتصاص بشكل كامل. حتى في بعض الصبايا بيروحوا لشرب الحقنه. صحيح. يا طب انه هي ما تقيله، يعني قد ايه تاثيرها كثير سلبي على المعده؟ صحيح، نحن دائما اي شيء طبيعي قادم من الماكولات هو افضل بكثير من المكمل، المكمل من الجقله يعني بالحالات القصوى وقت نحن بيكون في عنا انحدار، وقت نحن بنعمل تحليل وبنلاقي انه نحن في عنا انحدار بمسوب هذا الفيتامين او المعدن، طبعا اي مكمل هو ثقيل على المعده. يعني اليوم نحن ما فينا بشكل عشوائي اليوم خلينا فيتامين د، اليوم الاغلب معه هذا النقص يعني. صحيح. يعني اليوم الاشخاص قادرين ياخذوا هذا الفيتامين ولا ضروري اليوم نحن نروح على موضوع التحليل لنعرف النسبه الصح؟ طبعا نحن يفضل انه نحن نلجا للتحليل، انما هو في عيارات منخفضه منه، في عنا 200 وحده دوليه و500 وحده دوليه، هدول عادي اذا نحن اخذناهم بشكل ضمن الحدود الطبيعيه. تماما، لانه هن اساسا اوريدي متواجدين بالبيضه بزيت الزيتون، يعني نحن اخذينهم من الاطعمه، اما عيارات 10,000 وما فوق هي اللي طبعا ممكن انه تكون خطره وتعمل لنا سميه فيتامين د. طيب خلينا نرجع لموضوع السمنه الهرمونيه، كيف نحن ممكن نعالجها؟ وما نصيحتك بهذا الموضوع؟ يعني شو الهرمونات اللي هي مسؤوله بشكل اساسي عن موضوع السمنه؟ سبق وذكرت انه الكورتيزول والانسولين والهرمون الاستروجين والتستوستيرون، بس رح خبرك هون عن الحميه المناسبه حتى نحن نكافح الخلل الهرموني. الحميه الهرمونيه هي بشكل عام حميه عضويه او نظيفه، يعني خاليه من المواد الكيماويه. اول شيء نحن بدنا نتاكد من مصادر هذا الشيء اللي نحن عم ناكله، يعني انا ما بكفي اليوم انه انا اروح اشتري شو ما كان، انا بدي اتاكد انه انا الشيء اللي عم بشتري ماله بلاستيكي. تمام؟ خالي من المواد الكيماويه المضافه. حميه الهرمون بشكل عام هي حميه منخفضه بالدهون وبالنشويات ومرتفعه بالبروتين، يعني فيها دجاج، فيها سمك، فيها بيض، فيها زيت زيتون، فيها حبوب كامله، خاليه تماما من المحليات الصناعيه والجلوتين
ومنخفضه بالكافيين ومشتقات الاجبان والالبان. ومريض الهرمون لازم ياكل كل 3 لـ4 ساعات. يعني نحن ما بصير انه نحن الوقعه الوحده تكون كبيره، لا، نحن بيكون في عندنا كذا وقعه بالنهار على مراحل. تماما، بنجزئها على مراحل وبتكون وجبتنا صغيره. هذا الشيء كثير بيساعد عنا بالحرق، وإذا قدرنا أنه نحن نساوي تمارين رياضية بنساهم كثير بإعادة التوازن الهرموني للجسم. حتى بنشوف كثير الصبايا بكون وين ما راحوا معهم قنينة، المي والليمون والقطعتين الخيار والنعناع. صح. شو رأيك بهالمشروب؟ يعني هل هو ديتوكس بيساعد على الحرق أو هو بس أنه في صبايا بتقلك أنا نزلت عليه؟ هي نزلت عليه عن جد او هي وهو عمل تنشيط لهرمون ما بالجسم؟ تماما، الديتوكس صحيح هو فعال بنزول الوزن، اما نزول الوزن عندنا مختلف، مو كل مين نزل وزن هو عن جد نزل وزن. في ناس بتفقد سوائل، في ناس بتفقد عضل، في ناس بتفقد سوائل ودهون. الديتوكس بخليني فقط انه انا اكسر السوائل، يعني الديتوكس فعال في حاله الاشخاص اللي بيكون عندهم احتباس سوائل، انما ما له علاقه بقله السعرات الحراريه اللي انا باخذها. الديتوكس شو هو؟ هو مثل تنظيفة للكبد، يعني هو بيعمل مثل شطفة للكبد، هو مشروب غني بمضادات الأكسدة وبيعبي عنا المعدة. المسؤول عنا عن تخلص الجسم من الدهون وحرق الدهون هو الكبد، فإذا نحن نظفنا الكبد يعني خليناه يقوم بوظيفته بشكل أفضل. فإنما ما له أبدا أي علاقة الديتوكس بنزول الوزن النظامي نهائيا. وبيعود هو عن شرب الماء؟ لا أبدا. لانه دائما كمان هي معلومه ذكرتيها، انه بيقولوا لك لا انه كاني عم بشرب مي بس انا ضافت له شويه ليمون شويه نعناع. هلا بشكل عام بالشكل كله بيقل شرب المي، الاشخاص ما بقى بتقدر تشرب مي قد الشتويه وبتقول لك بتلعي نفسي. صحيح. فممكن انهم يلجأوا للديتوكس انهم يغيروا شوي من طعم المي كرمال انه يتقبلوها. طيب خلينا كمان نحكي معك اليوم عن نصائح، إذا بدنا نقول الأخيرة، ممكن نقدمها لكل الأشخاص يلي عم بيعانوا من موضوع السمنة. تمام. بدي أذكر قائمتين من الأطعمة المفروض أنه هي تتواجد بأطباقنا، سواء نحن كنا مراهقين، سيدات، أو حتى رجال. أول قائمة هي القائمة اللي نحن بنقلها أغذية وظيفية. سبق وقلت لكم أنه الحمية الهرمونية غنية بالخضار والفواكه، وهي كتير بتزود جسمنا بالمعادن والفيتامينات، إنما في قسم منهم بنقلها أغذية وظيفية، يعني هي بتفوت على الجسم بكون في عندها وظيفة أدية. من هي الأغذية منها الفجل. قديه نحن بنتنمر على الفجل وما بنحبه، وفي أشخاص بيشيلوه من السلطة حتى أو من الفتوش. الفجل مضاد أكسدة كتير قوي، ومن الأغذية اللي بتساهم بتوازن الهرمون الأنسولين بالدم. بالإضافة إلى أنه نحن بنرش البهارات التوابل الناشفة، إذا نحن بيصح لنا أنه نحن الزنجبيل يكون طازج، ورقة الغار تكون خضراء، نحن بدقيقة نستخدمها، هذا الشيء كتير بيعطي رش لجسمنا. القسم الثاني يلي هو القسم اللي بيحافظ عنا على جهازنا الهضمي السليم. نحن كيف بنحافظ على جهاز الهضم عنا السليم؟ من خلال البكتيريا اللي بتكون موجودة فيه. جهازنا الهضمي غني بالبكتيريا المفيدة، المفروض انه نحن نحافظ على توازنها كمان من خلال أطعمة معينة، من الموز، الثوم، البصل، الأرديشوكي، الفطر. هدول الأطعمة غنيين جدا بالبري والبروبيوتيك اللي هي معززة لتكاثر هاي البكتيريا. فنحن إذا كانت أطباقنا حاوية لنوع أو نوعين منهم، هذا الشيء بيساهم بصحة جهاز الهضم. طب والخلطات المنحفة اللي كتير نحن بنشوفها بالصيدليات، هي بتكون بظروف عادية؟ هي بتكون خلطات إما ملينة أو مدرة للبول، يعني ملينة بتساهم بإفراغ الجهاز الهضمي بشكل سريع، وسواء كانت مدرة للبول هي بتساعدني أنه أنا أتخلص من السوائل، إنما ما لها علاقة أبدا بالاستقلاب. بخفض الوزن. ألانات.